ماذا لو بتدرس في ألمانيا؟ ده علي عايش في ألمانيا بقاله 4 سنين، قرب يخلص دراسة وبيشتغل مع دراسته في كذا مكان، وقريب هياخد الجنسية. أنا سبت كلية الطب علشان أسافر، كان عندي أكتر من أوبشن، بس في الآخر اخترت ألمانيا. ليه؟ عشان الدراسة هنا ببلاش، وهتقدر تعمل أكتر من 800 يورو في الشهر، عشان هتقدر تشتغل بار تايم يعني حوالي 20 ساعة في الأسبوع. هتاخد إقامة تدخلك كل أوروبا وتسهل عليك فيز بلاد كتير قوي، بس في الآخر هتمشي وترجع بلدك مصر يا علي. لا، مش محتاج تمشي من ألمانيا، لأنك بعد التخرج هتاخد فرصة لمدة سنة ونص دور فيها على شغل بجد؟ وهتقدر تركب مواصلات ببلاش جوه مدينتك، ومش هتحس بأي غرب عشان عرب كتير قوي عايشين هناك. صحيح، ممكن تدرس بالإنجليزي عادي، مش لازم ألماني. يا سلام، أنا أصلاً بدرس بالإنجليزي، وطبعاً طبعاً ممكن تاخد الجنسية الألمانية من 6 لـ 8 سنين. بس يا علي، عشان تقدر تسافر محتاج منحة، ودي للماستر والدكتوراه بس. لا، بس في كذا اوبشن تاني، زي ان انت يكون عندك في حساب البنك بتاعك حوالي 190 الف جنيه مصري، او ان انت تلاقي مقيم في المانيا يقدر ان هو يضمن وجودك في البلد. بس كل ده مش هيحصل لو ما قررتش عايز تدرس ايه بالظبط، وكمان باي لغه، والموضوع ده هتلاقي فيه مواقع كتير قوي تساعدك فيه. طب عرفت عاوز تدرس ايه وباي لغه؟ هتبقى محتاج اكيد تاخد امتحان الانجليزي ايلتس او تويك او امتحان الالماني، عشان الشهاده هتبقى مطلوبه في الجامعه. تعرف الورق المطلوب في الجامعه اللي اخترتها، تروح توثقها في الخارجيه وفي السفاره الالمانيه، تقدم على يوني اسس اللي هو حرفيا موقع التنسيق في مصر، وتستنى قبول الجامعه، تاخد القبول وتطلع على السفاره تطلع الفيزا. مبروك، انت دلوقتي في المانيا. بس خلي بالك، الاحسن انت تتعلم الماني حتى لو دراستك بالانجليزي، لان ده هيفتح لك ابواب شغل وتدريب كتيره قوي. لازم تحترم الوقت كويس، لان كل حاجه مظبوطه هنا حتى في المواصلات. وبلاش تنعزل وتصاحب بس العرب اللي زيك، اخرج وتعرف وانفتح واحترم كل الثقافات التانية. وبصراحه عارفه ان الصدمه الثقافيه اللي هتحصل لك مش سهله ابدا، بس انت مفروض تبقى اكبر من كده. وبصراحه لازم تتعلم تطبخ، لان الاكل الالماني وحش قوي. واوعى تجيب سيره هتلر او اي حاجه قريبه منه، النازيه حاجه بيعاقب عليها القانون الالماني دلوقتي. الخلاصه، لو انت شايف ان الموضوع كبير ومعقد فده مش حقيقي، هي خطوات كتير بس واضحه، فبس لازم تبدا فيها من دلوقتي، وساعتها يا سيدي اضمن لك انك هتشرب قهوه مع علي قريب. ومن الاخر، لو عايز علامه عشان تبدا، اعتبر الفيديو ده العلامه.